بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الراجل اللي جنب مني دايت عامل سرير دوار أو مش عارف، هو عامل جاكوزي جوه أوضة النوم تمام، وعامل سرير كده والسرير في حاجة غريبة، وعامل ستاند على وتلفزيون وشاشة تاتش سكرين وبتاع. حرية شخصية الراجل يا جماعة. هنعمل إيه؟ النهاردة إن شاء الله بسنا الكلام عن قائمة بيلد. طيب، وقائمة بيلد ديت يا جماعة مسؤولة أو خاصة بمسألة البيلدينج أو البناية، البنايات، أو إنك تبتدي تعمل كريشن الأوبجكتس داخل بيئة سكند لايف. طبعا هو كل الكلام اللي حوالين منينا ديت، البيوت والأسقف والزرع والشجر والكلام ده كله بنسميه في قلب الأو أو بي حاجة اسمها إيه؟ أوبجكتس. أوبجكتس ديت بيبقى ليها سكريبتات بسكند لايف لندن لانجوج، أساسا مشتقة من سي بلس بلس. وانت بتبرمجها بقى لما التاتشا مش عارف يحصل ايه، ولما الكرسي تطبع عليه يبقى الافاتار ليه وضع معين وكلام ديت. الحاجات ديت كلها بتبقى ايه؟ متبرمجه بالسكند لايف لندن لانجوج. فكلهم بيبقوا مشتقين من ايه؟ من اوبجكتس بيتم بنائها. احنا طبعا مش هنتكلم بشكل كبير في البيلد، لان البيلد في سكند لايف عباره عن كرسي مستقل بذاته كله كده. لكن مثلا لو انا رحت على قائمه بيلد واخترت مثلا بيلد، هيظهر لي الوزارد الصغير ده. الوزارد ده يات في الوزارد الخاص بالبنايه، جاست اختار الحاجه اللي انت عايز تبنيها وكليك عليه. يعني مثلا نختار مثلا الرمز ده او الكيوب، واروح اضغط مثلا مره واحده، هلاقي ان الرمز ده ابتدى يظهر معايا. طيب، هو انا علشان اعمل كنترول فيه ببتدي اعمل كنترول في الزوايا ده، طبعا على المحور زد، والاخضر طبعا على المحور واي، والاحمر على المحور اكس، عشان احاول اعمل له كنترول. ومجرد ما اضغط فيه زي ما احنا شايفين بيظهر لي المسطره كده 16 14 12 متر وهكذا، ده المحيط اللي انت موجود فيه يعني. طيب، وبيبقى معاك حاجات كتير. هو نوعه ده بريم ولا ايه؟ ال إيه حاجات خاصة بيه مثلا، بيجي معايا امور مختلفة، اني ممكن اعمل له موف عشان كده هو شغال معايا اكس واي وزد، ممكن اعمل له روتيت عشان كده هيبتدي يعمل لي روتيشن يلف لي حوالين محاور مختلفة، ممكن اعمل له ستريتش ومن ستريتش كده يبتدي هو يكبر لي في حجمه او مثلا يصغر في الحجم بتاعه، ممكن اعمل له سيلكت فيس. طبعا انا ما عنديش في الوجه العجيب ده غير فيس، الفيس اللي من جوه الفيس اللي من بره، عشان عم ببتدي احط فيه صورة او ماشي. حاجات مختلفة خاصة بالسنابنج، حاجات مختلفة خاصة بالستريتشنج، امور زي كده يعني. ده تمام. وفي كل الاحوال انا كل حاجة انا ابتدي اضغط عليها بيظهر الوزارد الخاص بيها. تمام. مثلا انا كنت موجود في الاولاني في الدراج، التاني بيكون في الروتيشن والدوران، التالت بيكون اهو على نفس القصة الاولانية، الرابع بيكون لو انا عايز ابني شكل تاني، الخامس بيكون ليه خاص بالبارسل انفورميشن واللاند والكلام ده. طيب، هو في الغالب كل اوبجكت بيكون ليه حاجات مختلفه، ومن ضمنها النيم، وتاني حاجه الكرييتور، الكرييتور اللي هو الشخص اللي صنعه، عشان كده في البارسل بيديني اسمي، الاونر اللي هو برضه اللي هو ذات ملك لمين، الجروب لو انا كنت عايز، انا طبعا ما عنديش جروبز، ادي صلاحيات او لمجموعه انها تشوفه او الكلام ده. طبعا كليكتو لو انا ضغطت عليه ضغط واحد اقصد للتاتش تلمسه، ولا تقعد عليه، ولا تشتري، ولا بي، ولا اوبن زوم، الكلام ده على حسب ما انت تضغط عليه. لو انت كنت عايز تبيع او جاست كليك على فور سول وعلم على المبلغ المعين والسول بتاعك، طبعا المفروض ان هو يبقى ياخد كوبي ولا ياخد الاصل، الموضوع يرجع لك. السيرش شو انسيرش لو انت كنت عايز تعمل له شو، اي حد يقدر يكوبي اور يموفو، نيكست اونر المالك اللي جاي يقدر يكوبي ولا يموديفاي، الكلام ده كله سميناه ريستريكشنز او بلوت في قائمه جنرال. الاوبجكت بقى انت بتعمل كنترول في حاجات جدا كتيره، من ضمنها البوزيشن، ومن ضمنها مثلا السايز اهو على الواي بتحاول تكبر حجمه، ومن ضمنها الروتيشن مثلا على الاكس بتحاول تلاقيه يلف، ومن ضمنها مساله التويستنج، ومن ضمنها مثلا مساله ال يعني في اشكال مش هتبان عليها اللي هو السايز حجم. انا طبعا مع التوستنج بهدلت الدنيا مثلا. كل نقطه من دول انا مش طبعا
ماليش خبره جامد في ال 3D، بس الكلام ده كله شغل موجود في قلب ال 3D، وانت ممكن تشتغل ديزايننج باستخدام الحاجات دي، الفيتشر، التكست، استشارات، الكونتنت لو انت عايز تحط فيه كونتنت معين. يعني الجيب الجميل ده مثلا، خلونا نفتح مجرد فكره، افتح الانفنتوري تبعي وعايز احط فيه مثلا حاجه من ضمن الحاجات او ممكن الايموشنز دي تاخدها مثلا وابتدي احطها جوه الكونتنت ده، فيبقى جوه من الجيب ده الكونتنت اللي انت عايز تشوفه ده. بس فدي الفكره بتاعت ان الكونتنت انك تحط فيه حاجات معينه. في الغالب من تاني القصد من السيريز هو مش ان احنا نبني بحد ذاته، القصد بس ان احنا نحاول ندي نظرة على مسألة انك ان في واحدة من ضمن الفيتشرز الجميلة خاصة بالبيلت، وفي عندي سيلكت بين تول الفوكس والموف والحاجات اللي احنا كنا بنحكي فيها من شوية، لينك لو انا كان عندي اكتر من حاجة، سيلكت اليمنتس طبعا لو انا كنت ضاغط علشان ابتدي اختار عنصر معين، لينك سيتس الفوكس اون سيلكشن زوم تو سيلكشن الاوبجكتات لو انا كنت عايزها تيك اور تيك اكوبي السكريبتات اوبشنز مختلفين ابلود لو انا كنت عايز ارفع حاجه معينه اندو وريدو وغيرها من النقط المختلفه مع طبعا ابلود كليك ودليت. يا جماعه مساله البيلد بصراحه في الجو بي سكند لايف عالم تاني، عالم تاني بكل ما تحمله الكلمه من معنى، فمش راح تخلص في سيشن او اثنين او ثلاثه او اربعه او عشره، لاني هم كمية كبيرة جدا من الحاجات اللي ممكن تستخدمها. واحنا الكورس بيستهدف انه يديك فاندمنتالز بتاع سكند لايف، مش فاندمنتالز بتاع البيلدنج جوه سكند لايف كمان، يعني لاني سكند لايف بيلدنج جوه عبارة عن كورس كامل. اللهم نعمل اللي هنكون ادينا بس بريف بسيط عن مسألة البيلد جوه سكند لايف. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.